وذلك أضعف الإيمان وقال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فواجب على المسلمين أن يتآمروا فيما بينهم بالمعروف وأن ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات التي تقع في بلاد المسلمين وإلا سوف يكون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ومن أعظم المنكرات التي جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشرك بالله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر والحديث في البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور إلى آخر الحديث وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وما بعث الله تبارك وتعالى الرسل وما أنزل الله عز وجل الكتب إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونهي الناس عن الشرك بالله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا في حق الرسل وفي حق الكتب قال الله عز وجل ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فهذا هو دين الله تبارك وتعالى ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من أجلها فارق قومه وحاربهم وباغضهم وحصلت الحروب وسالت الدماء وأزغت الأنفس من أجل التوحيد ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى لا من أجل المال ولا من أجل السلطة ولا الرئاسة ولا الترؤوس ولا 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 إنما من أجل توحيد الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة والآن بين ظهرانينا في بلاد المسلمين وممن يزعم أنه من دعاة المسلمين من يدعو إلى الشرك بالله عز وجل الشرك الذي حاربه الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في هذه البلاد وفي غيرها من يدعو إلى الشرك صراحة في الإذاعات في التلفزيون القنوات في غيرها في وسائل الإعلام الجرائد يدعون إلى الشرك بالله عز وجل صراحة لا بيخجلوا لا بيستحوا لا بيخافوا من ربنا تبارك وتعالى وهؤلاء عندما تأتي للكلام عنهم الناس يقوم ما تتكلم في الناس وما تجوه ليه؟ انت ما تكلمت معه لمن دعا غير الله واستغاث بغير الله وأشرك بالله عز وجل اتكلم معي أنا عشان اتكلمت عنه ده أعظم عندك انت من ربنا تبارك وتعالى أعظم عندك فالناس تفهم الحاصل هؤلاء دعوا الناس إلى الشرك بالله عز وجل الآن في هذه البلاد من يدعو الناس إلى السجود لغير الله تبارك وتعالى وفي هذه البلاد من يدعو الناس إلى أن يدعو غير الله عز وجل قم يا أخي ناديهم لي لزع رجال الله البذيل البيت قبل فوق نادي أهل الزوف عارف قاعدين من فوق قبل وراء نادي الشرع قبل قدام نادي الهمام يمين نادي الصالحين صحيح نادي عوض الجيد ما تنادي الله أبدا وهذا هو الشرك بالله عز وجل تسأل قل لك ديل أولياء ديل أهل الله ديل أهل الصلاح ديل بنجوك ديل أهل السلسلة بناديهم ما فيهم إلا بناديهم
والله قال على لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركين الزمان من هسن زمان كان بنادوا الأولياء إنهم ديل في حالات معينة ما في كل الحالات لما يكون مرتاح وفي الرخاء وأموره ضابطة زي ما تقولوا جماعة بنادي الأولياء لكن لما يتزنق ويخش في مشكلة بنادي الله براه. الله قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ليه؟ لأنه في السفينة موت ولا موت ولا حياة في السفينة غرق ثاني ما دونه الجمهور والله براه. المشرك عارف إنه بنجي في الشدة الله لو دار تغرق ده المشركين عارفين كده لو داير تغرق تنادي الله الله بنجيك ده عند المشركين الأوائل وبدليل الآية دي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تعال شوف اللي رب قال لك شنو والله ما عندي بس شغله تزعل تبكي ده حاسب وده دين بيقول لك نادي ركينيك وجاي كالبرق يرمش يلف الغرقان يبقى له ينش علينا ما خير منه ابو جهل ما خير منه ابو جهل ابو جهل قال لك لو داري يغرق في المويه بنادي الله دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ده يقول لك نادر كهنيك كالبرق رمش يلف الغرقان وغرقان يبقى له وينش انت تنادي ركيني انا ما انا بس ركيني لكن ده قال كده الرسول ما بيجوز تناديه مش ركيني الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيجوز تناديه لكن هؤلاء يدعون الناس الى عباده غير الله وهذا هو الحال في هذه البلاد بعد الطين وبعد السجم والرماد اللي احنا فيه والبلاوي المنطف الأكثر مننا ذاتا جايب لنا دول يأصل لهذا الشرك بالله عز وجل. يعني ما كفاية محمد المنتصر الإزاري قال بيجي في قناة تنين الأزرق ما كفاية ما كفاية الحوليات ما كفاية النوبات ما كفاية ذات الكوثر ما كفاية قناة ساهور يجيب لك محترف من برا والله لو جابوا جون سينا أحسن من يجيب الجفرزة والله الذي لا إله غيره بنية وشلوت شالوا فوق قد تدعي أحسن من يجي ذول يعلم الناس كيف يشركوا بالله عز وجل يعلم النسوان في البيوت والأولاد والشباب وأعمامنا الكبار يعلمهم كيف ينادوا غير الله كيف تنادي غير الله ويقول لك قال تعالى قال وين قال وين الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله مع ذي كده كده الله وفلان ما تنفع الله والرسول ما تنفع الله وهو كما الصديق ما تنفع عمر بن الخطاب مع الله ما تنفع البرهي مع الله يقول لك لا لا ديلك كانوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما تنادي مع الله يقول لك صلي عليه أبو بكر الصديق ما تناديه مع الله يقول لك أيوه صلي عليه صلي عليه صلي عليه البرهي ما تنادي مع الله ها تنبي الأولياء أولياء أولياء الرسول كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ليه ما بجوز لك تناديه مع الله مش تقول لي تنادي غير الله وبجوز بجوز ده الكفر جاي منه وده الدين بتاعه والله الذي لا إله غيره هذا لا يزيد هذه البلاد إلا شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى على ما فيها من الشرك والكفر الذي يدعى إليه صباح مساء صباح مساء ده الآن جاي منه عشان يعلم الناس شنو قرآن بقول لك بنحفظ القرآن سنة بحفظ السنة شنو حواليه مليانين رئيس ما عندنا فرق هذا الفنانين بيرقصوا ناس القلعة تغني فرفور فرفر الزلمين بفرفر كل الناس تغني مزيكا ما نسين مزيكا ربو ما عارف ليكو مين ومين ما نسين شنو كورة عندنا لعبة كورة انت مما بلدوني بيلعبوا لليل عندنا لعبة كورة خطري مرة والله دي ناصورات بس مما زمان بيلعبوا لليل انت نسين شنو نحن نسين شنو نوبة عندنا نوبة انت شاكرة بحولية اوه حرتي سرتي لهو الفجري لهو البامبي دخل بالله مرك بالكي لهو الحبسي تحدو البامبي ما عارف شنو انت ده نسين شنو نسين شنو انو الناس تقول غير الله بيخلق ده يعني التجفري يعني التجفري جاي منه يوم 8 أو يوم 9 أو يوم 10 في شهر 4 عقيدته إنه غير الله بيخلق وقال الشيخ الولي يخلق الجنين داخل بطن الأم جوه بطن الأم والله قال في سورة آل عمران هو الذي يصوركم وين يا شيخ في الأرحام في ذي ظرف هو الرحم هو هذا الله الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. عاد دخلت في الريح ده الله الله عز وجل. لكن ده البوريمنو يقول لك لا باذن الله الله الاول بيخلق لكن باذن الله. والدليل قال تعالى عن عيسى ابن مريم واخلق لكم من الطين كهيئه الطير فيكون طيرا باذن الله. بجوز خلاص بجوز انه الولد يخلق لانه عيسى ابن مريم كان بيخلق. هو قال لك والله قال فاخلق لكم من الطين كهيئه الطير يعني ما طير الكاب دي لجنون للتشبيه. قال كهيئه الطير اللي بيجيب عيسى ابن مريم من الطين كهيئه الطير ما طير. فاخلق لكم من الطين كهيئه الطير ده ما طير. قال فيكون طيرا باذن الله. بعد ذاك اللي بيجيب طير منه الله يعني عيسى ابن مريم بيخلق شنو من شكل الطين طير. النبي عليه الصلاه والسلام قال على الناس المصورين قال يقال لهم يوم القيامه في البخاري احيوا ما خلقتم. وهذا الناس اللي بيصوروا ناس النحاسين ناس الرسومات غيره كيف بيخلقوا ولا بجيب له طوبه بدعم الله كده وكده ببقيها شكل بيخلق ما بيخلق. طيب كيف الولي الشيخ الفقيه بيخلق مع الله عز وجل؟ اثنين جيب لنا دول خلقوا الشيخ تعرف ليه دول بس خلقوا الشيخ؟ مش قلت الشيخ بيخلق؟ قلت انا اقول قال وبيحيي الموتى اهي. جيب لي دول خلقوا الشيخ انا ده خلقني الله الشيخ ده خلقه الله. جيب لي دول ميت من الزريبه مثلا جيب لي دول عندي ستيكر بورا مكتوب فيه فلان الفلاني مصنوع في الجزيره الشيكينيبا. جيب لنا واحد خلقوا الشيخ الشيخ انت ما قلت الشيخ بيخلق ونحن كذابين وهابيه كفار الى اخر انت. لكن جيب لي دول بشر كده ده خلقوا الشيخ. والله ما قال لك دول ما قال لك بشر ما قال لك جنين في بطن الام. الله قال ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. كفار ما يخلقها جفري ولا كفار. يقول لهم اولياء بيخلقوا يخلقوا بيتكلم كده باللهجه اليمنيه. الاولياء بيخلقوا والوهابيه مش بيحبوا الرسول. لا نحن بنحب الرسول وبنكره انواع زي ده. انت الله قال الله عز وجل قال الا له الخلق والامر. ده الله عز وجل الخلق ده بيخلق الله. ده قال زياده على الخلق بعد ما يخلق ويموت الشيخ ثاني بيحيي يحيي الموت. ده كله كلام كيف هو مسجل بالصوت مسجل بالصوت ونفس الكلام قال محمد الانتصر لذلك في قناه النيل الازرق حقتنا الليله القاعده دي. بعد ما تنتهي من عمك السرقدور فلان غني فلان غني وصوتك جميل صوتك حلو ينتهي من ده يجيب لك محمد المنتصر. الاولياء الاولياء له غير الاولياء بيحيي الموتى. يحيي الموتى كيف؟ جيب لي زول انا شغال معك بس عمل جيب لي زول احياؤه رد الصلاه دي سبب تنفع زول احياؤه الشيخ. واذا اسى ابوك لو مات ابوك لو مات ودفنته تم له 3 سنوات عليك الله الله يسلمك يدق عليكم الباب بعد 3 سنوات دفنته قلت له بعد اللهم اغفر له اللهم سبحانه انت يدق عليك الباب السلام عليكم وعليكم السلام محمد كيف الحال انت من والله انا ابوك بتقفل الباب ولا بتضرب 3 اذاعات يقول له تفضل ابوي تفضل تفضل الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام. اشنو جون دخل هناك ما بيمرق النبي عليه الصلاه والسلام قال انا اول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامه. اول زول بيقوم يوم القيامه واول زول بيقوم هو النبي عليه الصلاه والسلام. انت قايم قبل الرسول مالك؟ تمام مؤدب ولا؟ قايم قباله مالك؟ المكشفي قام عمل له عمليه بالله المكشفي مرق بعد ما دفنوه ب 66 سنه عمل عمليه لواحده اسمها مودة في الجزيره وقيل ويروى انه الشاش والحقن والقطن جايبينه من الجنه. والله حيرونا ذاك الله يسالكم الجنه فيها في حقن. الله قال فيها ما تشتهي الانفس. في زول بيشتهي حقنا يا ناس يا الله بس كلنا في زول في عشان تعرف البلد دي ماشيه وين زياده على ده كله بيقول لك على الاولياء بيعلموا الغيب بيسوا الجنه والكلام ده واقعي ولا تجي برا. وده شيخ عبد الرحيم البرعي ده الكتاب ده الزعل تقراه جايله هديه بديك له لكن بيقول لك راجع بعد ما تفهم الحاسب انت ده كلامه قاعد. قال الم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا يحيي الموتى. ده الشيخ أحمد الطيب البشير. وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى بالذكورة تقلب. بعد ما الله يديك بنت توديها للشيخ بيقلبها ولا طوال طوال. أنت ده كلام البرعي الذي يقول الكلام ده أبو جهل الحداد في القرآن جيبوا ليه قال أبو جهل قال الكلام ده؟ والله ما قال. قال الكفري قال الأولياء بيتصرفوا في الكون
بعض الأولياء الله عز وجل أدام حق التصرف في الكون. جاء نفس الكلام قالوا في كتاب قطرات أو في كتاب كرامات أحمد الطيب البشير صفحة 73 كتاب أنا اشتريته من المورد انت. قال ومنهم الشيخ أحمد بن الطيب البشير رضي الله عنه كويس. قال ومن كراماته أن الله ملكه الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة ولا جناح بعوضة ما نقص. شيخ الله ده الكون 33 سنة 33 سنة ده الكون ما نقص منه جناح بعوضة. والله قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن الله في البداية قال لو أنتم تملكون اللو جاءت شنو للناس الدرس أنا تعالت وبو لو حرف امتناع بامتناع لو نزل المطر لنبت الزرع. الزرع ما نبت ليه؟ لأن المطر ما نزل. الله قال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أنت ما بتملك ما بتملك أنت. فإذا بالتالي امتنع الجواب لامتناع الشر انت الحاصل انت كلامي. وانا ما ظهر طويل على الجماعة كثير نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها ووطن. اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.